بدي حط عجون لحلى اوا واو شو حلو. ما حدا قال لك شو السعرات؟ شو اخر طلطيشه اكلناها؟ سلم للشباب شو حلوين. ثاني زلمه عندي خوات ما عنديش اسوالفك. شو هذا يا غاده؟ جماله. شو اخر طلطيشه اكلتيها؟ شو اخر طلطيشه اكلناها؟ كنا سوا. طلطيشه اكلناها كنا بالجسر الابيض ما طالعين طلطيشه. هون هون وين يا امي لا تفوت تعالوا. تمام تعي نورينا المحل مقطع الكهرباء. طيب شي مره لطشتي حدا او حكيتي هيك بطريقه ولا لا؟ انه بلطشه بكشك انه هيك بعمل له انه بطلع فيه بشيء هاي كذا. طيب بلطش بقلبي. واو شو حلو. شو اخر طلطيشه اكلتها انت؟ يعني حدا لطشك؟ ما ولا مرة صارت معي. ما حدا قال لك شو السعرات مثلا؟ لا. ايه بلا لا امبلا صارت مرة. ايه شفت انه ايه من وحدة على شوي حقول لك يا لا امبلا صارت مرة. اوكي شو السعرات؟ ايه انت شو اخر طلطيشة لطشتها؟ وات ما ذا فاكينج جاد شو بدي اقول لك؟ صعبة. لا هي غيريها. لا هات هات والله صعبة بكذب عليك. خففها خففها ما عليه قبلانين. والله بدي كذب. طب بنحطوا حطيها انت لحالك يعني. اوكي في هيك شيء يعني. ايه ايه طيب شو اخر طلطيشه انت تلطشتها يعني؟ والله يا بنت الحلال اني زلمه ساكن مع هالشباب لا بتلطش ولا على بالي. طيب شافتني هيك اسمع. اوه نو. طيب انت لطشت اخر طلطيشه؟ لا اعوذ بالله اني زلمه عندي خوات ما عنديش سوالفك. ما بتلطش ابدا. لا. شو حلو. طيب طيب شو اخر طلطيشه لطشتوها انتوا يعني هيك؟ هلا انا لا حل رفيقنا رفيقتنا مثلا مثلا هلا انا كتير. هلا انا بقولها لرفيقتي في كلمه بقولها لرفيقتي انه هي شهاده يا غاده كثير بالله اياها. هي بتضحك وهيك. هلا انا كثير بتشو اكثر شيء بحكي. هلا ما في اشياء محدده. هيك بشكل عام ما بتلطش يعني. طيب رفيقتي هيك. طيب شو اخر طلطيشه تلطشتها؟ شو قالوا لك؟ انا يعني المعجبين معي المعجبين لا البنات ولا الشباب؟ انا نجمي محبوب. هات لنشوف البنات الكل يعني وين ما بروح انا يعني بيقولوا لي دمك حلو كيس انت ومسامع. حلو. ايه يعني هيك. ايه يعني بلطشوك على الخفيف. بلطشوك. ايه. طب انت شو اخر طلطيشه قلتها؟ والله من شيء سنتين تقريبا. ايه سؤلت؟ ايه ما يعني بس الاحداث شوي خلت الوعد. ايه ما له خلق لهالشغلات. سيد سمير شكرا كثير لك انبسطنا فيك. قول لهم باي. على راحتك. باي. طلطيشه يعني وين باي منطقه وين؟ ما بتفرق اي منطقه. حدا قال لك مثل شو طلطيشه لك شو هالكنزه الحمراء الحلوه. يسلم لي هالعيون يسلم لي هالسمار عن جد هيك يعني. شو هالطول؟ شو هالطول؟ شو هالطول؟ بس هيك. هو اختصر انا قلت له يا. طيب انت شو اخر طلطيشه قلتها؟ انا شو اخر طلطيشه من 5 دقايق بطش اسمع شوي يا زلم. يسلم لي الشفايف شو حلوين. يسلم لي هالعيون. يسلم لي هالرموش مع احلاهم. حلو. جمالك انها حلوه كانت البنت كثير. فتلا جمال كانت هلا. طيب شلون كانت شوي كانت هلا عفى الله عما مضى. شلون قلت لها اياها؟ جماله. وقام اذا عندك قوه خارقه شو بتتمني تكون؟ قوه خارقه شو بتمنى تكون؟ شو قوه خارقه شو؟ والله بصراحه ما بعرف. مثلا انه ترجعي اي حدا بالزمن لورا او مثلا تطيري شو ممكن تطير شو بيجي ببالك؟ ممكن تطير هيك برات الدنيا كلها هيك على العالم وعلى اللاي. اذا كان عندك قوه خارقه شو بتتمنى تكون؟ لا انا ما عندي قوه خارقه عندي قوه عقلانيه بتمنى اكون رئيس وزراء بالجمهوريه العربيه السوريه واصلح البلاد. حلو. قادره تنزلي هذا؟ لا لا نحن سوشيال ميديا عادي فيك تحكي. حتى لو كنتي سوشيال ميديا الميديا احيانا لا تقرا الواقع المشخص صح. مش بيجوز؟ لا مو بيجوز. انت شو رايك هاتي لأعمل معك لقاء. إذا أنت كنت صاحبة مركز وسطوة شو بتتمني تكوني؟ هلا أنا إذا بتمنى يكون عندي قوة خارقة فبتمنى يعني أعمل هيك يروح الناس اللي ما لهم مناح هذا بيأذوا العالم.
هذا عاطفي، بدي عقلاني. عقلاني إيه؟ بدي عقلاني بدولة خاضت حرب 10 سنوات. دائما بالعالم العربي بدنا أبطال خارقين لينقذونا، أم نحن دول متخلفة؟ بجوز إذا عندك قوة خارقة شو بتتمنى تكون هاي القوة؟ أكيد نطير وأهرب. يعني تطير لتقدر تهرب؟ أكيد. مو تطير لأنه أنت بتقدر تطير مثلا من هون لبيتك بسهولة؟ لا مش هنهرب من البلد أكيد، ما في شيء تاني يعني. هلا أهلين هديل. هديل لو عندك قوة خارقة شو بتكون؟ ايه يعني شيء من تبعات السوبر هيرو او هيك شيء، شو ممكن تكون؟ يعني شخصيه قصدك انت؟ ممكن شخصيه، ممكن قوه انت تمتلكيها، مثلا قال تعملي هيك قومي بعد الكل، اي شيء. هلا اذا شخصيه من الشخصيات الخارقه، مثلا شو اسمها هي الشخصيه؟ ديانا، اذا بتعرفيها. شو بتقدر تعمل هاي الشخصية؟ انه هي خارقة، يعني كل شيء بتعمل. كل شيء قادرة تعمل. اذا كان عندك قوة خارقة شو بتختارها تكون؟ شو بتختارها؟ يعني شو هي القوة الخارقة اللي بتتمنى تكون عندك اياها؟ بسألك شلون القوة الخارقة؟ شو يعني مثلا سبايدر مان بيقدر يطلع على البناية مثلا، هي عنده قوة خارقة. اذا كان باتمان بيقدر يطير هيك، إذا كانت عندي قوة خارقة شو بسوي؟ شو هي؟ لا شو هي القوة الخارقة اللي بدك إياها؟ شو نوعها؟ والله ماني عارف. مثلا ما بتمنى تكون قوي كتير؟ إيه طبعاً كلنا بنتمنى نكون قويين. إيه مثلاً ما بتتمنى إنه يكون عندك مثلاً أسلحة خفية ما حدا بيقدر يكون عنده مثلها؟ أو إني أكون مثلاً أكون خفي هيش ما حدا يشوفني وأكون عندي قوة خفي. خارقة. تمام، ممكن تكون خفي. نعم. إذا قالوا لك إنه تاخدي $1,000 مقابل تعملي دعاية لشباب مع المعجون الحلاقة، بتوافقي أو لا؟ $1,000 والله محرزين. وافق. أوكي، إذا قالوا لك تعمل دعاية، المبلغ المالي هو $1,000 بس هي دعاية مكياج للبنات. نعم، شلون هي مكياج؟ شو أنا شو بدي أستخدم مكياج يعني شو؟ طيب انه هو ممكن ما تستخدمه، ممكن تقدمه تقول هذا لهي. ايه بقدمه. ايه اكيد بقدمه يعني. ما عندك مشكلة. $1,000 بالنهاية. طيب اذا قالوا لك انه تاخذ $1,000,000 او $1,000 مقابل انه تعمل دعاية مكياج للبنات، بتوافق؟ $1,000؟ ايه لا اعملها اذا للبنات اعملها. يعني بدي اقعد اذيع مثلا ممكن تكون مذيع. ايه عن مكياج بنات. استاذ اعملها؟ ايه لا هسه ما بدك تعملها بس انت بتوافق؟ لا والله ما، هذا عرض مش مغري. ليش؟ ها؟ ليه؟ ما المبلغ كتير حلو بس ما بعرف. طيب بتعرف شو هو الاي لاينر؟ اي لاينر؟ لا والله. الهايلايتر؟ ما بفهمش فين اني هذول هالشيء. ولا واحدة من هذول؟ مش الاي لاينر هاي تبع العيون؟ تماما. ها صفت طلعت بتعرفه انت بالهايلايتر؟ لا والله. شادو؟ ها؟ شادو؟ كمان ولا بعرف. الفونديشن ما بسمع فيه بس ما بعرف شو بيستعملوهم. لا هلا حمرا سهله، ما حدا كل سوريا بتعرفها يا زلمه. كل سوريا بتعرفها. ها الكونديشن هذا المكيف. كونديشن مكيف، عم بقول فونديشن. فونديشن والله ما بعرفه. اوكي ما بتعرفون لهدول الاساس. طيب بتوقع الفونديشن لشو ممكن يكون؟ فونديشن للوجه. صح للوجه، هو اللي بحطوه على كل الوجه. طب الهايلايتر شو ممكن يكون؟ هايلايتر هذا اللي هون تبع الجفون؟ لا الهايلايتر هو اللي بحطوه على الخدود. اللي بحطوه على العيون هو الشادو. اتفقنا؟ تمام. اوكي شكرا يا مزر. اهلا وسهلا. هلا بدي اسالك سؤال. اذا عرضوا عليكي مقابل $1,000 تعملي دعايه لمعجون حلاقه رجالي، ممكن تعمليها؟ لا لا اكيد لا لا. حتى لو كان المبلغ مغري او اي شيء. شو بدي احطه عجون الحلاقه؟ هي كفكره قصدك. احيانا الناس اذا كان المبلغ مغري ممكن. لا انا اذا ما بقتنع بالشغله. اي يعني ممكن تعمل شيء بلا قناعه مقابل شيء. لا انا يعني لا بدي اكون مقتنعة. لا تمام. طيب بنسالك لك هلا ما بعرف اذا بتعرف الاسماء تبع اساس البنات وهيك، بتعرف شو هو اللاينر؟ اللاينر لاينر. هو اللاينر اشهر. صح. اول مره اول مره حدا اسمه هايلايتر. هايلايتر هايلايترز جست ذير. عم تنقله. هايلايترز اوكي. طيب الفاونديشن فاوند تون.
اوكي رواء فاونديشن تمام شو كمان سؤال اذا قالوا لك انه مقابل مثلا $1,000 انه تعمل دعايه ميك اب هي للبنات دولار $1,000 اي طبعا اعطيني هذا تمام ما عندك مشكله اوكي